بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم أمين. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته. يتجدد اللقاء بحضراتكم في برنامجكم الحياة أخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق، فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، اللهم أمين. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع خلق جديد من أخلاق الإسلام ومن أخلاق خير الأنام صلى الله عليه وسلم، ألا وهو خلق العفو، وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يعني إيه العفو؟ العفو هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب. يعني مثلا نضرب مثال، ابنك الصغير عمل عملة أو غلط غلطة، فحضرتك بتقول له أنا هعمل وهسوي فيك، وبعدين جاء الولد واعتذر وبكى، فتقوم انت تتجاوز عن هذا الذنب وتترك العقاب للولد وتقول له بس ما تعملش كده تاني. ولله المثل الأعلى، الله يعفو عن عباده ويأمر العباد بالعفو عن بعضهم البعض، حتى ربنا جعل العفو من صفات أهل الجنة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. منهم اللي ربنا أعد ليهم الجنة اللي عرضها السماوات والأرض، قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، إلى آخر الآية. بيت القصيد في الآية أن الله قال والعافين عن الناس، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. اللي يعفو عن الناس ربنا يعفو عنه سبحانه وتعالى. يوم القيامة يقول الله جل وعلا أين العافين عن الناس؟ ربنا سبحانه وتعالى يجزل لهم العطاء والمثوبة يوم القيامة، ويدخلون الجنة لأنهم عفوا عن خلق الله جل وعلا. وده كان من صفات سيدنا النبي. شوف ربنا يقول له في القرآن فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. آيات كثيرة في القرآن الكريم يقول وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يقول جل وعلا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. يقول جل وعلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. ويقول لسيدنا رسول الله فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وده كان حال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعفو عمن ظلمه ويصل من رحمه. ويصل رحمه صلى الله عليه وسلم، يعفو عمن ظلمه ويصل رحمه صلوات ربي وسلامه عليه. بيعلمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ويقول ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. يعني اللي يعفو عن الناس ده ربنا هيعزه سبحانه وتعالى. ورحم الله سيد ابن عطاء الله السكندري إذ يقول
لا تعتزن بعز يفنى، لا تعتزن بعز يفنى، ولكن اعتز بعز لا يفنى، وعز الله لا يزول ولا يفنى. فاصل وارجع لحضراتكم تاني، صلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولا. عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. كنت بقول لحضراتكم قبل الفاصل إن سيدي ابن عطاء الله السكندري رحمه الله يقول: إذا أردت عزا لا يفنى فلا تعتزن بعز يفنى. لو أنت عايز عز لا يفنى، ابحث عن عز الله سبحانه وتعالى. وسيدنا النبي يبين لنا في الحديث أن من فوائد العفو أنه يورثك العز. قال صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. إذن بالعفو تنال العزة، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وأنت إن عفوت عن خلق الله زادك الله عزا سبحانه وتعالى. كذلك من فوائد العفو والصفح أنه من صفات المتقين، زي ما قلت من شوية: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويمكن الآية دي لها قصة جميلة جدا مع واحد من الصالحين اسمه سيدنا علي زين العابدين ابن سيدنا الإمام الحسين ابن علي رضي الله عنه، يعني حفيد سيدنا النبي، سبط سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، علي زين العابدين ابن سيدنا الإمام الحسين ابن سيدنا علي بن أبي طالب. سيدنا علي زين العابدين كان رجل عابد زاهد، كان رجل متورع، وفي يوم من الأيام بيتوضأ والخادمة تصب عليه الماء، والخادمة بتصب عليه الماء سقط إبريق الماء من يدها فشجت رأسه. فسيدنا علي زين العابدين نظر إلى الجارية، لكن الجارية كانت فطنة ذكية، قالت: يا إمام، إن الله يقول في القرآن: والكاظمين الغيظ. فقال: كظمت غيظي. قالت: ويقول بعدها: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قالت: ويقول بعدها: والله يحب المحسنين. فما كان من سيدنا علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين إلا أن قال لها: أنت حرة لوجه الله. وكان وقافا مع كتاب الله ومع كلام الله جل وعلا. تقول له: الكاظمين الغيظ. قال لها: كظمت غيظي، لن أغضب. والعافين عن الناس. قال لها: عفوت عنك. قالت له: والله يحب المحسنين. قال لها: أنت حرة لوجه الله جل وعلا. يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. العفو يجعل الإنسان عزيز بالله سبحانه وتعالى. العفو من فوائده أنه من صفات المتقين. قال جل وعلا: وأن تعفوا أقرب للتقوى. يعني العفو هيوصلك لمنزلة التقوى. وربنا بيقول لنا في القرآن الكريم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأحمر على أسود، إلا بإيه؟ إلا بالتقوى. التقوى هي اللي بترفع الإنسان. طب هتوصل للتقوى بإيه؟ بالعفو. وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. كذلك أيضا من فوائد العفو أنه فيه رحمة بالمسيء. من فوائد العفو أن فيه توثيق للروابط الاجتماعية. من فوائد العفو أنه سبب لنيل مرضات الله جل وعلا. من فوائده أنه سبيل إلى الألفة والمودة بين أفراد المجتمع. ومن فوائد العفو أنه يكسب صاحبه الرفعة والمحبة بين الناس. تخيل كده، عندنا في الصعيد وفي بلادنا واحد عليه ثأر، وبعدين واحد يأخذ الكفن ويطلب منهم العفو فيسامحونه ويعفون عنه. هذا ليس ذلا ولا انكسارا، إنما طلبا للعفو من أصحاب الدم.
فهو يذهب إليهم ويقدم كفنه فيعفون عنه، هو يحقن الدماء بهذا الفعل، وهم يرقيهم الله درجات ويكتسبون العزة ويكتسبون رضا الله جل وعلا بأنهم يعفو عن المسيء. وده من هدي سيدنا النبي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللي هيتأمل في حياة سيدنا النبي هيجد نماذج كثيرة من عفوه ومن عفو الصحابة. هذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا أن يخلقنا بالعفو والصفح، اللهم آمين. فاصل وهرجع لحضراتكم تاني. صلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. عدنا إليكم وجئنا إلى فقرة الفتاوى. أسأل الله جل وعلا ألا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا، اللهم أمين. ورد إلينا سؤال من مشاهد كريم يقول فيه: يستهزئ البعض بجائحة كورونا ويسخط البعض منها ويجهل على الله والعياذ بالله، فكيف يكون سلوك المسلم في ظل الجوائح؟ أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد: من لم يمت بالكورونا مات بغيرها، تعددت الأسباب والموت واحد. هذا الوباء وهذا البلاء سبحان الله العظيم كان السبب في موت كثير من الناس، وكان السبب في مرض كثير من الناس. نجى الله منه من شاء، ومات بسببه من أراد الله له الموت. يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. الله يبتلي من يشاء ويصرف البلاء عمن شاء، فالواجب في قضائه الرضا والتسليم. الله هو الذي يمرض من يشاء ويصحح جسد من شاء. ما نسألوش، ما نقولوش يا رب ليه أنا مريض وفلان صحيح، ليه فلان مات وفلان لم يمت. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللي بيستهزئ بهذه الجائحة وبهذا الوباء نقول له انظر لتعداد الموتى، كم واحد مات في العالم، كم واحد أصيب بهذا الوباء في العالم. فعليك أن ترضى بقضاء الله وقدره، وعليك بوسائل النجاة وأسباب النجاة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله من نجاه؟ قال: أمسك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. في ظل ظروف هذا الوباء وجدنا أن الناس اللي عندهم دين يتكاتفون ويتعاونون فيما بينهم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. عندما ينزل الوباء والبلاء بالناس يجب عليك أن تهرع إلى الله، أن تبادر بالتوبة، بالأوبة، بالنوبة، بالرجوع، بالعودة، بالاستغفار، أن تترك الذنوب والأثام وتقول له: يا رب جئتك تائبا، جئتك مستغفرا، جئتك منيبا، فتب علي ووفقني للعمل الصالح. يا من عصى ثم اعتدى ثم اقترف ثم اهتدى ثم ارتوى ثم اعترف، أبشر بقول الله في تنزيله: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. سيدنا النبي يقول في الحديث: المسلم أو المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك النبي بين أصابعه. يعني الإنسان يبقى في بينه وبين إخوانه المسلمين في تعاون. حتى تعلمنا في ظل هذه الجائحة أن ندعو الله لجميع المرضى، وأنا أتعمد في يوم الجمعة في الخطبة أن أدعو لجميع المرضى: اللهم اشف مرضانا ومرضى العالمين. ما تقولش موتى المسلمين بس،
اللهم اشف مرضانا ومرضى العالمين، جميع المرضى، مرضى العالمين جميعا، لأن المرض يعني سبحان الله العظيم، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يشعر بها إلا المرضى، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فوباء كورونا كان سبب إن الناس تقرب لربنا سبحانه وتعالى، وأقول لهذا المستهزئ تب إلى الله وعد إلى الله، وأسأل الله جل وعلا أن يصرف عنا الوباء والبلاء، إنه ولي ذلك ومولاه، والله تعالى أعلى وأعلم. ورد إلينا سؤال آخر من مشاهدة كريمة تقول فيه: هل ظلمت الشريعة الإسلامية المرأة بعدم مساواتها في الميراث بالرجل؟ أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد أن الشريعة الإسلامية لم تظلم المرأة، إن كان الله جل وعلا قال في القرآن الكريم للذكر مثل حظ الأنثيين، فعندنا في بعض المسائل البنت أو الأخت تأخذ النصف في الميراث، عندنا في بعض المسائل في الميراث الزوجة تأخذ الربع إذا لم يكن هناك أولاد، في أولاد هتأخذ الثمن. طيب الأم أحيانا تأخذ السدس وأحيانا تأخذ الثلث، لو بنتين أو أكثر هياخدوا التلتين، فهذا إن دل يدل على أن الشريعة الإسلامية لم تظلم المرأة أبدا. ما في دين من الأديان كرم المرأة حتى في الميراث كدين الإسلام، كرم الإسلام المرأة أما وبنتا وأختا وزوجة، ومنع موت البنات وقتل البنات، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذا كان قبل الإسلام، أما في الإسلام فأوصانا النبي بالنساء خيرا وقال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان. فالشريعة الإسلامية لم تظلم المرأة في أمر الميراث أبدا، وارجعوا إلى أنصبة المواريث تجد ذلك واضحا جليا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يقولون فيفعلون ويستمعون فيتعظون ويعتبرون، اللهم آمين. أشوف حضراتكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.